في مساله الخساره الاقصاء المر من كاس الجمهوريه، واليوم راك التدريبات عندك مقابله صعبه يعني في اليوم الجوله الثانيه من اقصاء كما قلت راه اقصاء امور ضد فريق اتحاد العاصمه، وين تنقلنا من اجل العوده بالتاهل من ثم من كانت المقابله ما تقبلش القسمه على اثنين، كانش تعادل لازم تفوز ولا تخسر. التوفيق ما عند ربي سبحانه، سعينا احنا وخدمنا على صميم نكملوا احنا بريباري وما كتبش ربي. دوكا ننساو المقابله الكاس هذه، نركزوا على لقاء البطوله اللي هو لقاء مهم وديربي ضد يعني نادي دفاع تجنان اللي هو خصم قوي وماهوش سهل باه نفوزوا عليه. نظن التحضيرات استئنافها بمعنويات مرتفعه، ننساو الباسي ونخمو في في المقابله الجايه، وان شاء الله نكونوا في المستوى، ان شاء الله باه نديو مقابله باه نفوزوا بالنقاط الثلاث ان شاء الله. واش نقول لهم؟ يعطيهم الصحه على التنقل الاخير اللي قاموا به، نقول لهم برافو، وان شاء الله يكونوا ديما معنا واقفين معنا اليد في اليد. ننساو كامل الكاس، نركزوا على البطوله اللي رانا في المرتبه الاولى ولازم نحافظوا على المرتبه هذه باه ان شاء الله نحقق الحلم اللي راه راود المدينه باكملها وكل انصار الشباب. ان شاء الله نكونوا يد واحده الناس كامل ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله باه نعودوا بالنقاط الثلاث ونهديوها لهم ان شاء الله عليها. يعني معنويا